هذا التعليق يقول صاحبه: كلا أحتاج أركب هارد ديسك، مخي ما يكفي. هارد ديسك الذي هو القرص الصلب. هذا تعليق منه على نصيحة نشرتها أمس، اقترحت بعض الشعراء وقلت إنه يجب أن يحفظ لكل واحد منهم قصيدتان وبعضهم ثلاث قصائد. بالمناسبة ما اقترحته من شعر في تلك النصيحة يمثل نسبة 0.0001% من الشعر العربي كله أو من الأدب العربي. أنا ما قلت لك احفظ ديوانا، يوجد اليوم من يحفظ ديوان المتنبي كاملا، يوجد من يحفظ ديوان بشار كاملا. ما قلت لك احفظ ديوان بشار كله، احفظ ثلاث قصائد لبشار، ثلاث قصائد للوحتري، ثلاث قصائد لأبي نواس. أنت تعتبر أن هذه كمية كبيرة، لا هي قليلة جدا، سأبين لك لماذا. ما رأيك في أربعة أبيات؟ هل هي قليلة أو كثيرة؟ قليلة جدا. أربعة أبيات إذا واظبت على حفظها يوميا خلال الشهر ستكون قد حفظت 120 بيتا، خلال السنة ستكون قد حفظت أكثر من 1400 بيت، والسنة تمر هكذا كلمح البصر. نحن الآن في نهاية 2024، 2023 مرت هكذا، مرت عليك وأنت تقلب مقاطع التيك توك. وفي 2024 المدة المتبقية منها أربعة أشهر، في هذه الأشهر الأربعة إذا واظبت على حفظ أربعة أبيات يوميا، لا أقول لك قصيدة، لا أقول لك عشرة أبيات، لا أقول لك خمسة، أربعة يوميا فقط، في نهاية 2024 ستكون قد حفظت حوالي 500 بيت. 500 بيت، هل تصدق؟ أنا الآن إذا قلت لك هل تستطيع أن تحفظ 500 بيت ستقول لي لا هذه كمية كثيرة، لا لا هي قليلة جدا، قليلة بالمواظبة، قليلة بالاستمرار. أربعة أبيات يوميا يمكنك أن تحصل منها على نتيجة هائلة خلال مدة معينة. فابدأ. نحن مشكلتنا أننا نقيس تعلم اللغة على سهولة الحياة اليوم. أنت تقلب مقاطع التيك توك بسهولة، تريد أن تتعلم اللغة بسهولة، تريد أن يوحى إليك باللغة. لا، لا بد أن تتحرك، لا بد أن تبذل جهدا في أي لغة تريد أن تتعلمها، حتى لو كانت الإنجليزية أو الفرنسية. هل أستطيع أن أتعلم الإنجليزية في ثلاثة أشهر؟ لا، لا تستطيع، ولا في خمسة أشهر، ولا في سنة، ولا في سنتين. اللغة تأخذ منك عمرك كله، لأنك في كل يوم ستتعلم مصطلحات جديدة، ستتعلم قاموسا جديدا، ستتعلم مهارات لغوية جديدة، لكن يجب أن تتحرك. إذا كنت جالسا هكذا، لا والله أنا أحتاج إلى قرص صلب لكي أحفظ هذه الكمية من الشعر، لا، أنت تحتاج إلى همة صلبة، لا تحتاج إلى قرص صلب، تحتاج إلى عزيمة صلبة. انتفض من مكانك وتحرك وابدأ في تغيير نفسك، العالم من حولك يتغير وأنت ثابت لا تتحرك.